مرحبا، هذا الفيديو حنتحدث عن ثلاث أمور أغلبها يتعلق باللايوت مانجر الخاص بالريسايكلر فيو. أول لايوت مانجر تعلمناه هو اللينير، واللي هو دي يظهر أن الايتمات بشكل خطي أو عمودي بهذا الشكل. طبعا اللينير لايوت أنت ممكن تخلي فقط orientation vertical أو horizontal، فلو نجرب الhorizontal راح يكون بهذا الشكل. طبعا احنا مسوين الويدث ماتش بيرنت، فراح يكون الايتم بقد حجم شاشة الجهاز بالضبط، يعني ما راح يطلع بين ايتمين. يعني لو نغير الويدث، خلينا نغيره مثلا نخلي 200، لا قليلة 300 دي بي، ونسوي رن من جديد. هذا صار اسموه بقد الشاشة. اوكي، حيبين الايتم الاول وجزء من الثاني. طيب هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة الى اللينير لايوت مانجر، ممكن يكون قلنا vertical او horizontal. النوع اللايوت الثاني واللي هو الجريد لايوت مانجر، بالمناسبة هذه تقدر تخليها سابقا كان فقط من الكود، يعني بجافا او كاتلين، لكن من فترة ضافوها من الـ XML واختصرت الكود، يعني بدل ما تكتب أو تخرب الكود مالتك مال الـ Activity أو الـ Fragment وتكون بتفاصيل جدا كثيرة ومو هامة. طيب الآن بالنسبة للـ Grid Manager، الـ Grid راح تأخذ خاصية إضافية واللي هي Span Count، واللي هو عدد التقسيمات اللي راح تصير. خلينا نرجع هذا Vertical، راح اراويكم شيء جهزت لكم اياه قبل الفيديو. سويت فد شيء اسمه item match vertical، يعني فد item مختلف بهذا الشكل، وخليت النتيجة عمودية، يعني يطلع اسم الفريق، نتيجته، نتيجة الفريق الثاني اسمه، وسنة المباراة بهذا الشكل. فراح اروح للادابتر، وبدل item match كل اللي راح اغير كلمة واحدة item match vertical، والآن راح أروح المن، راح أرجع إلى Recycle Review، هذه Grid Layout راح أخليها Item Match Vertical، هاي مجرد على مود العرض لا أكثر ولا أقل، وراح نسوي Run. أوكي، إذا صار بهذا الشكل. الجريد شبكة، أهم ما بالشبكة أنه هي عبارة عن تقاطع خطوط وأعمدة تفصل بعض. أوكي، خلينا نظل نسوي سكرول، الأمور تمام بهذا الشكل. طيب راح أراويكم شغلة، أنا راح أخلي السبان كاونت 3 بدل 2، راح يصير حجمهن أصغر من الحالة السابقة حتى تصير عندنا كيس معينة. أوكي، بعض أسامي الفرق طويلة، فلما راح يكون حجمها أصغر اللي راح يصير راح تنزل سطر ثاني، مثل هنا أنا هاي اكو خطأ ما اعرف بالديتا اللي جايتنا اللي مستخدميها، ممكن احنا فهذا اسم فريق البصنة والهيرسك ظاهر بهذا الشكل. فلو تلاحظ هنا أنا هذا اكبر من البقية، فبسببه راح بسبب اليو اي كله راح يخرب، راح تشوف انها حتصير مسافة باقي اليو ايز اللي موجودة عندك. خلينا نرجع للبداية نشوف وين هذا. لاحظ هذا الكيس، شوف هنا صار عندك مسافة كبيرة، مسافة كبيرة متروكة. طيب إذا تريد تتخلص من هاي المسافة فلازم ما تستخدم grid view، لأن يعني الجريد هو عبارة عن شبكة، يعني كلهن لازم يبدأن بنفس الأماكن كبداية وكنهاية، ما يصير الأماكن تكون مختلفة مع الايتمات. فإذا عندنا الخيار الثالث واللي شايفيه كثير من الأحيان بالشوبينج اب، لما تكون مثلا صورة البضاعة مثلا حجمها مختلف او الى اخره من هاي الامور، راح اسوي رن وراح تفهمون الفكرة بسهولة. طيب خلينا ننزل شوية ما بين ننتظر وين الكيس اللي صارت عندنا. اوكي، الكيس اللي صارت عندنا هذه هنا، لو تلاحظ هذه مو اكبر، راح تاخذ مساحة اكثر، بس بنفس الوقت هذني راح ينتهن عند مكانهن الطبيعي. شوف تبدي هاي بادية هنا، هذه بادية هنا، هذه بادية هنا، الفيو راح يصير تداخل. صراحة هذا شكل لطيف إذا كان قلنا ديزاين مع الابليكيشن ما تسوقه هواية كيسز،
بحيث يستغل المساحات وما يترك مساحات خالية غير مفيدة، فممكن نستخدمه بعدة حالات حسب إذا كان مطلوب بالديزاين. إذن هذه فكرة اللايعوت مانجر، واللايعوت مانجر اللي متوفر بقى مسألة الجريد فيو أو الجريد لايعوت مانجر عفوا، ممكن أيضا تكون horizontal، جدا طبيعي هذا الشيء. وأنا هنا أنا محدد السبان كاونت 3، ممكن نخليها 4 أو خلينا نخلي 3. طبعا تقدر تغير وتختار اللايعوت هسه راح يصير سبيسنج لأن اللايعوت منطي حجم أو مساحة معينة بي. أوكي بهذا الشكل. أتمنى الفيديو هذا كان مفيد لك. صراحة هو الموضوع جدا بسيط ك XML، لكن راح يفرق كثير لك بالشغل ويطبق لك الديزاين اللي أنت محتاجه. أوكي لهنا انتهى هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.